بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة قابلية اشتقاق دالة بالقيمة المطلقة عند عدد، بشرح مفصل خاص بشعبة علوم تجريبية تقني رياضي ورياضي، حيث أبنائي من خلال هذا المثال نعرف أو نتعلم كيفية دراسة قابلية اشتقاق دالة لما تكون بالقيمة المطلقة، حيث قال F دالة معرفة على R بالعبارة F لإكس إن 3 إكس زائد 2 على القيمة المطلقة لإكس ناقص 1 زائد 3. قال 1: أكتب F لإكس بدون رمز القيمة المطلقة. ثانيا قال ألف: أدرس قابلية اشتقاق الدالة على يمين العدد 1، ثم أكتب معادلة 1. ثم ب قال أدرس قابلية اشتقاق F يعني الدالة على يسار العدد 1، ثم أكتب معادلة نصف المماس تي 2. إذا ننطلق هنا في الشرح المفصل. ركزوا هنا معي نقطة نقطة. إذا قبل أن ننطلق نكتب هنا كعنوان 1، وقلت 1 كتابة من؟ اف لإكس بدون رمز، هذا أمر مهم، رمز القيمة المطلقة. ركزوا أرجوكم هنا، لأن هذا السؤال دائما الطلبة يقولون: يا أستاذ لما نجد قيمة مطلقة نخاف. لكن تقول الحكمة: إذا عرف السبب بطل العجب. إذا ركزوا معي هنا أرجوكم، ها هي عبارة الدالة F. من هو المسؤول الذي، بما أن هنا طرح السؤال قال بدون رمز القيمة المطلقة، رمز القيمة المطلقة ها هي أمامكم القيمة المطلقة، انظروا ها هي. إذا هنا المسؤول عن هذه العبارة، إن أعطيت لها عبارات يعني عدة عبارات، هو هذه القيمة. من القيمة اللي هي؟ القيمة اللي هي القيمة المطلقة لإكس ناقص 1. ركزوا أرجوكم، هذه ماذا تساوي؟ تساوي لنا قيمتان. لاحظوا جيدا، لو جئنا إلى إكس ناقص 1 ونبحث عليها أولا، أين تنعدم؟ أين تنعدم؟ فتصبح لنا، لو ننقل هذا إلى هنا، تصبح لنا إكس يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 1. وننشئ جدول إشارة بسيط، ركزوا أرجوكم حتى تعلموا كيف نكتب عبارة بدون رمز القيمة المطلقة. إذا هنا عندنا إكس، عندنا إكس ناقص 1، إكس ناقص 1 قلنا أين تنعدم؟ انعدمت عند 1، فنضع من هنا هكذا، هنا نفس وهنا عكس. الآن لاحظوا، لو نعود الآن ونكتب هذه القيمة مرة أخرى برمز القيمة المطلقة، يعني القيمة المطلقة لإكس ناقص 1 هكذا. فلاحظوا جيدا أبنائي، يعني من ناقص، من هنا ناقص ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية، من ناقص ما لا نهاية إلى 1 العبارة انظروا في ماذا تضرب، تضرب في ناقص، معناه هذه العبارة تضرب في ناقص وتصبح لنا ناقص إكس زائد ماذا؟ زائد 1. وهنا عندنا رمز الانعدام يبقى هو هو، ومن الواحد الى غاية زائد ما نضرب العبارة في زائد، لما نضربها في زائد تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا اكس زائد 1 فقط هكذا. الا ان هنا نعتذر، قلت هنا اكس ناقص 1 يعني نضرب العبارة في الزائد، فتصبح لنا هنا اكس ناقص 1 في هذا المكان، نعتذر، هنا يكون لنا القيمة ماذا؟ ناقص. لاحظوا إذا من هو المسؤول؟ المسؤول في المجال من 1 إلى زائد ما، لاحظوا العبارة كيف تصبح، تبقى هي هي، يعني إكس ناقص 1. إذا نكتب هنا إكس ناقص 1 إذا كان إكس، ركزوا، ها هو إكس أين يكون؟ من 1 إلى غاية زائد ما لا نهاية، معناه يكون إكس أكبر أو يساوي 1، يعني يكون في هذا المجال. أو كذلك يمكن أن نكتب هكذا، إكس ينتمي من 1 إلى زائد ما لا نهاية، هذه كتابة، هذه على شكل متباينة والأخرى على شكل ماذا؟ على شكل مجال. وفي المجال لاحظوا جيدا، من ناقص ما لا نهاية إلى 1 كيف تكون الكتابة؟ ناقص إكس زائد 1. إذا نكتب هنا ناقص إكس زائد 1 إذا كان إكس أقل تماما، عفوا، أقل تماما من الواحد، حيث هذا المجال اتحاد هذا المجال يعطينا ماذا؟ يعطينا مجموعة تعريف هذه العبارة اللي هي R، حتى نفهم جيدا. يعني يقول أحدكم: وإذا فعلنا هكذا؟ لا يحدث أي شيء، لكن تقول القاعدة هكذا. ركزوا جيدا الآن، معنى ماذا تصبح لنا عبارة هذه الدالة؟ أكيد العبارة سوف تصبح لنا عبارتان، انظروا كيف تصبح أبنائي نقطة نقطة كي تتعلم ويحل لغز القيمة المطلقة. إذا إما تصبح لنا في المجال، من هو المجال؟ أنه إكس يكون أكبر أو يساوي لنا 1، تكون العبارة ما هي أبنائي؟ أنه هذه تبقى هي هي، يعني اللي هي
ثلاثة إكس زائد اثنان على، لاحظوا جيدا هنا في هذه القيمة لما ننزع القيمة المطلقة في المجال الذي إكس أكبر تم أكبر أو يساوي واحد، لاحظوا نكتب هنا في هذا المكان إكس ناقص واحد، ركزوا ماذا تصبح؟ تصبح لنا إكس ناقص واحد زائد ماذا؟ زائد ثلاثة، هذا مع هذا كم يعطينا؟ يعطينا زائد اثنان، فتصبح لنا الكتابة هي إكس زائد ماذا؟ زائد اثنان، لاحظتم؟ ثم نأتي الآن إلى العبارة الثانية، العبارة الثانية كيف تصبح؟ تصبح لنا ثلاثة إكس زائد اثنان، يعني في البسط لا يحدث أي شيء، أما المقام فيحدث هناك تغيير، معناه في هذه هذا المكان نضرب نعوض هذا المكان أو في كل هذا المكان نعوض بهذه القيمة، لما نعوض بهذه القيمة ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص إكس زائد واحد ثم زائد ثلاثة، هذا مع هذا كم يعطينا؟ يعطينا زائد أربعة، إذا فتصبح لنا ناقص إكس زائد أربعة مع ماذا؟ مع أنه يجب أن يكون إكس، نكتبه باللون الأخضر، أنه يجب أن يكون إكس عفوا إكس أقل تماما من واحد. ها هي الآن أصبحت الكتابة يعني الصحيحة أو كتابة بدون رمز القيمة المطلقة، نقرب هذا هنا حتى تكون الأمور جد واضحة هكذا، ثم نقرب كذلك هذا هنا. إذا لاحظتم دائما المسؤول الذي يعطي عبارات للدالة هو ذلك العبارة التي تكون في القيمة المطلقة يعني هذا، أما البقية فلا يمكن أن يحدث أي شيء للعبارة. إذا فتصبح لنا F لإكس هذه إما تساوينا هذا في هذا المجال وتساوينا هذه القيمة في هذا المجال فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال الآن نتطرق إلى سؤال آخر، قال أدرس قابلية اشتقاق الدالة F على يمين العدد واحد، على اليمين أكيد معناه هذا على اليمين، أما لما على اليسار هو هذا حتى نفهم جيدا، لأن معناه هذا لو نكتبه نصبح أن X ينتمي من واحد إلى زائد ما لا نهاية، إذا هذا اسمه اليمين، أما الآخر يكون من ناقص ما لا نهاية إلى واحد هكذا معناه ندرس على اليسار حتى نفهم هنا جيدا الفكرة أبنائي. إذا نكتب هنا ألف دراسة قابلية اشتقاق من F على يمين العدد الذي اسمه كم؟ واحد. إذن هنا في رأيكم لماذا اختار الواحد؟ لأن الواحد هو مفترق الطرق لأنه هو الذي أثر هنا في القيمة المطلقة. إذا لاحظتم دائما في القيمة المطلقة السؤال الذي يطرح على الاشتقاقية هي القيمة التي تعدم القيمة المطلقة حتى نفهم جيدة، أو العبارة التي تكون داخل القيمة المطلقة. نقول أولا بما أن قال أدرس ليس برهن، نقول لمعرفة قابلية الاشتقاق للدالة F على يمين العدد الذي اسمه واحد نحسب، لاحظوا ماذا؟ نحسب ليميت، هذا قانون هو قانون الاشتقاقية ليميت، انظروا أبنائي وعليكم أن تحفظوا هذا القانون أرجوكم، هذا هو قانون الاشتقاقية ليميت F لX ناقص F لX صفر على X ناقص X صفر لما إكس يؤول إلى إكس صفر بقيم أكبر لأن على يمين. إذا وجدت، نقول إذا وجدت أنها تساوي، يعني هذه النسبة تساوي أن آل فإن أو آل واحد، نقول آل واحد لأننا سوف ندرس على الجهة الأخرى، إذا آل واحد فإن الدالة F تقبل الاشتقاق على يمين من؟ تقبل اشتقاق على يمين العدد واحد، هكذا القاعدة. إذا قابلية الاشتقاق قانون وهو حساب ليميت F لX ناقص F لX صفر على X ناقص X صفر لما X يؤول إلى X صفر بقيم أكبر إذا وجدناها أنها تساوي L واحد، حيث آل هذا عدد كيف هو حقيقي، حيث آل واحد ينتمي إلى R،
أو تكون قيمة منتهية. يعني لو وجدناها، اسمعوا جيدا، لو وجدنا هنا ما لا نهاية، الما لا نهاية ليس عدد حقيقي لأن المجال عندها مفتوح، فنقول هناك الدالة غير قابلة للاشتقاق. أما إذا وجدناها عدد منتهي فنقول على الدالة أنها تقبل الاشتقاق. الآن في مثالنا هذا ما هو الإكس صفر؟ الإكس صفر هو واحد، فنحسب هكذا ليميت اف لي اكس ناقص اف لي واحد على اكس ناقص واحد لما اكس يؤول الى واحد بقيم اكبر تساوي. لاحظوا نقطة الان تنطلق في عملية اسمها عملية الحساب. اذا الان ابنائي ركزوا معي، هنا نحن نملك عبارة للدالة إما هذه وهذه، الآن بقيم أكبر، ها هي قيم أكبر، انظروا، فتصبح لنا هكذا، فتصبح لنا ليميت، نضع خط كسر هكذا، اف لإكس، اف لإكس سوف نحتاج الآن إلى هذا الجزء، لأن بقيم، كيف هي؟ بقيم أكبر، إذا نأخذ هذا الجزء هكذا، ناقص اف لواحد، عوض هنا بواحد، هنا بواحد، وهنا بواحد، هنا كم تعطي لكم؟ تعطي لنا خمسة، وهنا كم؟ ثلاثة، إذا تصبح لنا ناقص، أظن أن الفكرة قد وصلت، عوضوا الآن هنا بواحد وهنا بواحد، تصبح لنا كم هنا؟ هنا تصبح ثلاثة في واحد هي واحد، ثلاثة في واحد هي ثلاثة، زائد اثنان تصبح خمسة على ماذا؟ على ثلاثة، إذا ناقص خمسة على ثلاثة على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. الآن ننطلق في حساب نهاية هذه النسبة. إذا وجدت أنها منتهية فنقول أنها قابلة للاشتقاق على اليمين، إن وجدت ما لا نهاية نقول غير قابلة للاشتقاق. فتصبح لنا تساوي لنا ليميت، ونكون حذرين فيما يخص هنا الحساب. هنا أكيد سوف نفكر، أولا نكتب المقام كما هو اللي هو إكس ناقص واحد. أما في هذه الأمكنة نفكر في شيء اسمه توحيد المقام. المقام أكيد هنا نضرب في إكس زائد اثنان وهكذا، وبما أن هذا حتصبح، وهنا أكيد سوف نضرب في ماذا؟ وهنا كذلك نضرب في إكس، هكذا إكس زائد اثنان، وهنا نضرب في العدد ثلاثة، وهنا نضرب في العدد ثلاثة. لم أفعل شيء أبنائي، أرجوكم انتبهوا، هنا قمت بتوحيد المقام، انظروا إلى هذا الجزء وهذا الجزء، أليس أصبح لهما نفس المقام؟ نعم، لكن هذا ضرب في إكس زائد اثنان، تضرب في البسط وفي المقام، وهنا كذلك هذا نضربه في ثلاثة، هنا نضرب هنا في ثلاثة، مع إكس قلنا يا إيمان يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. ننطلق فننشر هذا في هذا، تصبح لنا 9 إكس زائد 6، ثم هذا في هذا، كم تعطي لنا؟ تعطي لنا ناقص 5 إكس ناقص ماذا؟ ناقص قلت 10 على 3، انظروا جيدا، في إكس زائد 2، لم أفعل شيء حتى الآن، تصبح تساوي ليميت، انظر كسر على كسر، أولا نأتي هذا مع هذا يعطي لنا كم؟ يعطي لنا 4 إكس، ثم هذا مع هذا ناقص 4، أما هذا الكسر مع هذا كسر على كسر، اسمعوا إلى القاعدة، هذا كسر على هذا كسر، لأن هذا في الأصل كذلك مقامه واحد، تقول القاعدة هذا يبقى وهذا ماذا يحدث له؟ ينقلب، معناه لما ينقلب فتصبح لنا ماذا؟ اسمعوا ماذا تصبح؟ تصبح لنا إكس ناقص واحد في ثلاثة في إكس زائد اثنان، لم أفعل شيء، يا أبنائي أنا أطبق في قواعد الكسور حتى هنا لأن بعض الطلبة يذهب لهم التركيز، كسر على كسر أنه هذا يبقى كما هو وهذا ينقلب، معناه لما ينقلب تصبح لنا واحد على إكس ناقص واحد، إذا البسط في البسط ناقص في ناقص، تصبح هذه هي الكتابة. الآن لو نركز جيدا هنا يمكن أن نستخرج ماذا؟ العدد الذي اسمه 4، لو نستخرج العدد الذي اسمه 4 هنا هكذا وهنا هكذا أكيد في هذا المكان سوف تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا العدد 1، يقول أحدكم لم أفهم، استخرج الأربعة كعامل مشترك، فماذا يحدث؟ أنه هذا وهذا قد ذهبا، إذا فتصبح تساوي لنا ماذا؟ ليميت، ركزوا جيدا، 4 على 3 في إكس زائد 2 مع إكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر. يا أبنائي ركزوا أرجوكم، هنا لم أفعل شيء، كانت مكتوبة 4 إكس ناقص 4، استخرجت الأربعة المشترك، بما أن هنا بما أن القضية في فيذهب هذا مع هذا، فلاحظوا الكتابة الآن ماذا أصبحت. الآن تعالوا نعوض بالعدد الذي اسمه واحد، تصبح لنا 4 على
ثلاثة في واحد زائد ماذا؟ ثلاثة زائد اثنان، عفوا، زائد اثنان تصبح كم؟ تساوينا أربعة على ماذا؟ على ثلاثة. وهذا العدد كم؟ ثلاثة تصبح لنا أربعة على تسعة، وهي قيمة تنتمي إلى R. الآن بما أن وجدناها قد تنتمي إلى R، فماذا يمكن أن نحكم؟ نحكم أن الدالة، قلنا حتى تكون، ركزوا جيدا، إذا وجدت أنها تساوي لنا L، فإن الدالة تقبل الاشتقاق على يمين الواحد. إذا فماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا: ومنه الدالة F قابلة للاشتقاق على يمين الواحد، أي اسمعوا جيدا، أي F فتحة لواحد تساوي، يا أبناء ركزوا أرجوكم، تقول القاعدة لما نحسب النهاية ونجدها أن نحسب نهاية ليميت F لإكس ناقص F لإكس صفر على X ناقص X صفر، لما X يؤول إلى X صفر تساوي لنا، تساوي لنا L مثلا L واحد، إذا قلنا هكذا هذه نفسها هي F فتحة لإكس صفر. ما معنى هنا حسب قانوننا؟ إذا قلنا هنا واحد وهنا الواحد وهنا الواحد وهنا الواحد، فتصبح لنا هذه القيمة هي ماذا؟ هي العدد المشتق اللي هي كم؟ اللي هي أربعة على تسعة. إذا العدد المشتق لما تكون الدالة قابلة للاشتقاق عند عدد، ذلك العدد الذي نجده بعدما نحسب نهاية هذه النسبة يصبح هو العدد المشتق. الآن بعدما وجدنا العدد المشتق هو 9 على 4، ناتي الآن إلى السؤال الآخر الذي طرح، وركزوا معي أرجوكم. قال: ثم أكتب معادلة نصف المماس. لاحظوا جيدا إلى هذا السؤال، الآن أصبح سؤال بسيط. لماذا؟ لأن وجدنا قيمة ماذا يا أبنائي؟ وجدنا أن الدالة قابلة للاشتقاق على يمين العدد واحد. الآن نكتب هكذا، نكتب معادلة، ليس المماس، قال نصف، إذا نصف المماس تي واحد هكذا. إذا قلنا نحسب، نقوم بمعادلة حساب معادلة نصف مماس تي، إذا كان هنا الشرط الأول أنه قلنا إكس أكبر أو يساوينا واحد. نحن نعلم أن معادلة مماس معروف أن أو نصف مماس هي إيكغيك يساوينا إف فتحة لي إكس صفر في إكس ناقص إكس صفر، قلت إكس صفر زائد إف لي إكس صفر. الإكس صفر هنا عندنا كم؟ قلنا هو الواحد، فتصبح لنا إف فتحة لي واحد في إكس ناقص واحد زائد إف لي واحد. لكن F فتحة لواحد دون أن نحسبه قلت هو ماذا؟ هو ذلك القيمة التي وجدناها لذلك النسبة. ها هي قيمتها، ركزوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي حتى تفهموا. ها هي القيمة، هذه هي F فتحة لواحد، فيصبح لنا Y يساوي لنا ماذا؟ يصبح لنا 4 على 9 في X ناقص واحد زائد F لواحد. F لواحد قد حسبت، يعني لما عوضنا هنا بواحد وجدنا خمسة على ماذا؟ على ثلاثة، معناه زائد خمسة على ثلاثة. هذه هي معادلة نصف المماس الأول في حالة X أكبر أو يساوي كم؟ واحد فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا الجزء أبنائي، نأتي الآن إلى الجزء ب. قال: أدرس قابلية اشتقاق F على يسار العدد واحد. الآن على يسار أكيد سوف نستغل العبارة هذه حتى نفهم جيدا. إذا نكتب هنا دراسة قابلية اشتقاق من؟ F على يسار من؟ العدد واحد. نقول لأن لم يقل برهن، قال أدرس، نقول لمعرفة، لمعرفة قابلية اشتقاق من؟ اشتقاق F على يسار واحد، يعني العدد واحد، نحسب، هذا هو الشرط، نحسب ليميت F لإكس ناقص F لواحد على إكس ناقص واحد لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. إن وجدناها، إن وجدت أنها L، يعني L اثنان، يعني قيمة منتهية، حيث هذه L تنتمي إلى R، يعني قيمة منتهية، فإن ماذا؟ فإن F تكون قابلة للاشتقاق
على يسار من العدد واحد، هذا هو الشرط. الآن تعالوا ننطلق، فتصبح لنا ليميت اف لإكس، اف لإكس الآن نأخذ هذه القيمة، ليس القيمة التي قلنا بقيم من أقل، معناه نأخذ إكس هذه العبارة ناقص اف لواحد، عوض هنا بواحد وهنا بواحد، تصبح لكم خمسة على ماذا؟ على ثلاثة. إذا نكتب هنا ناقص خمسة على ثلاثة على إكس ناقص واحد، لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. الآن تعالوا ننطلق ونكمل الحساب. ما علينا أول شيء أبنائي إلا التفكير في توحيد المقام، معناه هذا نضربه في ثلاثة، وهنا مثل ما فعلنا مع الفرع الأول، وهنا في ثلاثة، وهذا نضرب في ناقص إكس زائد أربعة، ومن هنا كذلك ناقص إكس زائد أربعة، هكذا ها قد وحدت المقامات، فتصبح لنا تساوي، لا ننسى كلمة ليميت، مع إكس قلنا دائما يؤول إلى الواحد بقيم أقل، تصبح تساوي، عفوا تصبح هكذا، تصبح لنا أنشر الآن هذا في هذا، تصبح لنا تسعة إكس ثم في هذا زائد ستة ثم هذا في هذا، تصبح لنا زائد خمسة إكس ثم هذا في هذا، تصبح لنا كم؟ ناقص عشرون، على المقام أن المقام بما أن هذا أصبح مقام مشترك مع هذا يصبح لنا مقلوب، مثل ما قلنا في الأول تصبح لنا ثلاثة في إكس زائد عفوا نكتبها بالتفصيل، ناقص إكس زائد أربعة في إكس ناقص واحد، لم أفعل شيء أبنائي، أنه هذا يبقى كما هو وهذا يضرب في هذا، لأن هذا يصبح لنا مقلوب، يعني هنا على واحد، هكذا حتى نفهم جيدا. الآن عندنا هذا مع هذا كم؟ يصبح لنا 14. إذا نقوم بمحي هذا وهذا ونكتب هنا 14 إكس، ثم عندنا هذا مع هذا كم يصبح؟ يصبح لنا ناقص كذلك، لأن تصبح لنا 6 زائد ناقص 20 تصبح لنا ناقص، ركزوا جيدا، ناقص 14. ما رأيكم أبنائي كذلك لو نستخرج ال 14 عن المشترك هكذا وننزع هكذا؟ لاحظتم؟ أعيد النشر تجد الكلام ما زال هو هذا في هذا 14 إكس وهذا ناقص 14، ثم نلاحظ أنه هذا وهذا قد ذهب بقاعدة الاختزال، فتصبح لنا الكتابة هكذا، لاحظوا جيدا مثل ما فعلنا في الجزء الأول، ها هي أمامكم. الآن تعالوا، ما علينا الآن إلا عملية التعويض، فتصبح لنا تساوي 14 على، عوض الآن بواحد، تصبح لنا 3 في ناقص واحد زائد ماذا؟ زائد 4، تصبح تساوي لنا 14 على ماذا؟ على 3 في 3، وتساوي لنا 14 على ماذا؟ على 9، وهي قيمة منتهية، معناها تنتمي إلى R، نقول ومنه F قابلة للاشتقاق على يسار العدد من؟ العدد واحد، أي هذه تصبح تساوي لنا F فتحة لمن؟ لواحد، قلت F فتحة لواحد، يعني العدد المشتق عند الواحد لهذه الدالة هو 9 14 على 9 فقط أبنائي. بعد ما أنهينا ووجدنا أنه تساوي 14 على 9، نأتي الآن إلى معادلة نصف المماس، لأن السؤال قال ثم أوجد معادلة نصف المماس يا أبنائي. يقول أحدكم أين هذا السؤال الذي تحدث عليه؟ أكتب معادلة نصف المماس. إذا نكتب هنا معادلة نصف، عفوا نصف المماس الذي اسمه ماذا؟ تي اثنان، لما يكون إكس أقل أو يساوي واحد أو أقل أو يساوي واحد، أقل تم من واحد أو أقل يساوي الواحد، لأن نحن نتحدث، لأن هذا المجال مع هذا تصبح لنا دائما R حتى نفهم جيدا، فتصبح لنا هكذا، لاحظوا تصبح لنا إيكغريك يساوي لنا إف فتحة لي واحد في إكس ناقص واحد زائد إف لي واحد، إف فتحة لي واحد قلنا هذه القيمة هي نفسها هذه حتى نفهم جيدا، فتصبح لنا إيكغريك يساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا 14 على
تسعة في إكس ناقص واحد زائد إف لواحد وجدناه هو 5/3. نعم لقد وجدناها 5/3. الآن لو يطرح السؤال هل الدالة إف تقبل الاشتقاق عند واحد؟ نقول وبما أن ماذا وجدنا في الأول؟ ها هي أبنائي العدد المشتق كم وجدناه؟ تلك النسبة وجدناها 4/9، بما أن 4/9 لا تساوي 14/9، أي ماذا؟ أي آل واحد لا يساوي آل اثنان، فإن الدالة F غير قابلة للاشتقاق عند العدد من؟ العدد واحد. حتى نفهم جيدا، تكون دالة تقبل الاشتقاق عند قيمة معينة إذا كانت نهاية النسبة من اليمين تساوي نهاية النسبة من اليسار فنقول قابلة للاشتقاق فهي تقبل ماس. أما إذا كانت هذه 4/9 لا تساوي 14/9 فنقول الدالة غير قابلة للاشتقاق فهي تقبل نصفي مماسين معامل توجيه الأول، واحد فيهم يعني 14/9 والآخر كم؟ اللي هو 4/9. والنقطة لاحظوا هنا يوجد لنا نقطة، النقطة أ ذات الإحداثية واحد وإف لواحد هي ركزوا كيف تسمى هندسيا، تسمى نقطة زاوية، هذه احفظوها. الدالة في النقطة التي تكون تقبل الاشتقاق من اليمين ومن اليسار ولا تقبل الاشتقاق هناك فنقول إنها نقطة زاوية. معناه لو نأتي الآن يعني لمعناه كتوضيح، إذا جئنا مثلا ها هو معلم، فالمنحنى مثلا إذا جاء بهذه القاعدة هكذا، اسمعوا هكذا مثلا، ثم في الجهة الأخرى يكون هكذا، هذه النقطة التي إذا رمزنا لها أ تقبل نقطة الزاوية. لماذا؟ لأن نصف المماس يكون واحد هكذا ونصف المماس الآخر هكذا فيصنع بينهم زاوية، فهذه هنا ها هي الزاوية المحصورة ما بين هذين النصفي المماسين، فتسمى النقطة أ هي نقطة زاوية، أي الدالة تقبل عندها نصفي مماساه ونصف والآخر ها هو. حتى تفهموا جيدا يعني ليس متعلق بالتمرين، الآن في الحالة العامة ما هي النقطة الزاوية؟ النقطة الزاوية هي الدالة أن تكون تقبل عندها نصفي مماس، أن تكون الدالة المنحنى يقبل نصف مماس وماذا؟ وأنها هي أنها غير قابلة للاشتقاق، فنقول لاحظوا جيدا، فنقول تقبل نصفي مماس يعني ليست دالة، منحناها البيان، نقول هكذا ومنحناها البياني هكذا هنا في هذا المكان البياني يقبل نصف في مماسين معامل توجيه الأول والثاني مختلفين فقط أبنائي بهذه البساطة المطلقة فقط. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رأم أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.